السلام عليكم، معاكم كابتن محسن هنا في بادل برو. النهارده هنتكلم عن الباك هاند. في لعيبه كتيره جدا بيقولوا ان الباك هاند اصعب من الفور هاند. انا مش شايف كده بصراحه، انا شايف ان الاثنين زي بعض. يعني انت لو بتعرف تلعب الفور هاند هتعرف تلعب الباك هاند، لان هي نفس الرولز بس بالعكس. طبعا احنا عندنا في نوعين من الباك هاند، وان هاند بايد واحده، في تو هاند بايديا الاثنين. حلو. طيب لازم تتاكد ان انت اتفرجت على الفيديو اللي فات بتاع الفور هاند عشان تقدر تفهم اللي انا هقوله في الباك هاند. فانا هسيب لك اللينك بتاع الفيديو ده في الديسكربشن تحت، دوس عليه وروح اتفرج عليه قبل ما تتفرج على ده. طيب دلوقتي انا هبتدي اعمل الجزء التحضيري وجزء الضرب بتاع الوان هاند اللي هي بيتكون من 1 و 2. زي ما احنا اتفقنا قبل كده، في الاول لازم اكون واقف ريدي بوزيشن، لان ريدي بوزيشن دي بدايه ونهايه كل ضربه. 1 بتاعه الفور هاند مضربي بيبقى تحت بالمنظر ده، لازم الاكس بتاعتي في الملعب زي ما اتكلمنا في الفور بالظبط. ايديا الشمال دي دايما مفروده وماسك المضرب بايديا الاثنين زي ريدي بوزيشن بالظبط. رقم 2 في الوان هاند ان انا احرك ايديا من هنا لحد قدام زي الفور هاند بالظبط. يبقى ريدي 1 2. ده بالنسبه للوان هاند. بالنسبه للتو هاند نفس الشيء، بس هكون ماسك المضرب بايديا الاثنين ومفيش ما بين ايديا الاثنين اي سبيس، مفيش اي مسافه بين ايديا الاثنين. يعني هكون واقف ريدي 1، اكيد برضو ان انا دايما مضربي تحت الكوره. 2 هضرب الكوره لقدام بالمنظر ده وارجع تاني ريدي. انا دلوقتي هوريكم ازاي هنعمل 1 و2 في الوان هاند والغلطات اللي ممكن تحصل وازاي اصلحها، وهنعمل نفس القصه برضو في التو هاند. وبعد ما اخلصهم هنلعب الفور هاند اللي خدناه المره اللي فاتت مع الباك هاند، وهنشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي. يلا بينا. ريدي 1 2. مضربي تحت الكوره، بخش من عند الساعه 4 كله تمام، دايما مضربي جاهز قبل ما الكوره تنزل عندي على الارض، شايفين؟ عشان اظبط التايمنج بتاعي. طيب نجرب تو هاند كده. اوكي، اتاكد ان ايديا الاثنين كده. اوه ماتش باور، ليه؟ عشان انا عملت 100 اكيد، انا محتاج احط المضرب هنا بس. طيب نركز شويه المره الجايه، مضربي هنا يس، ده اللي انا عايزه. مضربي هنا يس، ده اللي انا عايزه. مضربي هنا يس. طيب نجربها في الوان هاند برضو. 1 مضربي هنا برافو، 1 مضربي هنا برافو، 1 مضربي هنا برافو. طيب 1 مضربي هنا، الكره بتاعتي راحت للنت، اكيد مضربي كان فوق، لازم انزله تحت. برافو، مضربي تحت الكوره جود. ده انا ما اتحركتش فعلا، لازم اتحرك قبل ما الكوره تنزل عندي على الارض. تمام، قبل ما تنزل برافو. طيب تو هاند كده برافو. طبعا انا بعمل وان هاند وتو هاند وبميكس عشان اوريكو، يعني في الطبيعي اللي بيلعب وان هاند يلعب وان هاند لوحده، اللي بيلعب تو هاند يلعب تو هاند لوحدها. طيب انا دلوقتي احاول ان انا العب فور وباك بنفس الطريقه اللي احنا اتكلمنا فيها، دايما مضربي تحت الكوره عند 20 عشان اضرب الكوره من عند الساعه 4 واكمل الفول ثرو، ودايما الاكس بتاعي جوه الملعب بحيث ان انا اقلل نسبه الغلط على قد ما اقدر. تعالوا نجرب. 1 4 برافو، 1 باك برافو، 1 4 برافو، 1 باك برافو. طب اجرب العب في الباك تو هاند بقى عشان اللعيبه اللي بتلعب تو هاند. برافو، 1 4 جود. ايديا الاثنين شايفين مفيش سبيس. 1 4 اوكي، لازم في الفور كل مره امسك المضرب في الاخر عشان الموشن يبقى ليه بدايه ونهايه واكون محافظ عليه. اوكي وبكده نبقى خلصنا حلقه النهارده. اظن الباك هاند بقت سهله جدا. لو في اي مشكله او اي حاجه مش واضحه انت شايفها اكتبها لي في الكومنتات تحت، وان شاء الله هقول لك حلها في فيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشاره لاصحابك اللي عايزين يتعلموا بدل، انت كده هتساعد وهتساعدني ان انا افضل اقدم المحتوى ده. ان شاء الله الفيديو اللي جاي نتكلم فيه ازاي نتعامل مع الازاز الخلفي. اشوفكم على خير.